طيب هنكمل يا شباب مع بعض. كنا شرحنا الأول البرنامج اللي هو سيت ريسيت، يعني هنا سيت وبعدين ريسيت. سامعيني كده؟ صوت واضح يا شباب؟ اه تمام يا دكتور. طيب لو صوت قطع في أي وقت بس يا ريت حد يديني هنا، لأن أنا مش بعرف، يعني لو في تقطيع أو في صوت مشكلة فيه حد يعرفني بس. ماشي؟ إن شاء الله. دلوقتي أنا هعمل إيه؟ هعمل نفس البرنامج هو هو، بس أنا مجرب الأول حاجة تانية. موضوع الرقم بدل ما يبقى هنا واحد مثلا نخليه مثلا كام، مثلا ايه 12 مثلا، وهنا نخليه مثلا 10، ونعمل اكسبورت للبرنامج ده هو هو واسميه رقم 2 مثلا، وبياخد اكستنشن اي دبليو ال. خد بالك، نعمل له سيف ونروح على سيموليشن، نعمل لود بروجرام من هنا كنترول دي، وراح افتح البرنامج رقم 2. هلاقي فعلا البرنامج اللي انا كتبته هو اللي موجود عندي قدامي هنا بالظبط. ده نفس البرنامج بس بجوه الاستيتمنت، فانا مش عايزه فهقفله. هخلي البي ال سي في الران مود، هعمل يس، لمبه الران هتنور. هعمل هنا حاجه اسمها ستيت بروجرام او مونيتورنج عشان اشوف البرنامج اللي بيحصل فيه. مين متوقع دلوقتي لو ضغطت على اي زيرو بيحصل ايه؟ لو انا قفلت السويتش ده هيحصل ايه؟ حد عارف؟ لو انا قفلت السويتش اللي اسمه اي 00 هيحصل ايه؟ اللمبة اتنور. كم؟ انت قلت ايه؟ اللمبة من زيرو لحد 3 هينور. 100 بالظبط. ده هو اول 8 لمبات، وبعدين كمان ايه؟ هناخد 4 كمان من البايت الثانية اللي هو 0 1 و 2 3 بالظبط هينور. طب لو شلت ايدي هيفضلوا مهمين ولا تكون؟ لو سويتش فتح هيفضلوا زي ما هم نورين عشان ده امر ست. طيب لو ضغطت على الانبوت الثاني اللي هو اي 01 هيعمل ايه؟ هيطفي اول 10 بس ويسيب اخر اثنين منورين، لان انا قايل له 10 بس يعمل له ريسيت. طب الاثنين دول هيطفوا امتى؟ مش هيطفوا بقى الا لو انا في البرنامج عملت له امر تيوم لوحدهم. طيب الامر اللي فيهم عشان اطفي دول اكتب ايه؟ يعني انا لو انا عايز اطفيهم نرجع للبرنامج، لو انا عايز اضيف هنا امر مثلا انبوت ثاني، مثلا انبوت تاني اي 0 مثلا 2 اي 0 دوت 2 مثلا ولا اي حاجه، عايزه يطفي اللمبتين اللي هم فضلوا منورين دول. طبعا هعمل ريست، اكتب هنا ايه واكتب هنا ايه؟ حد عارف؟ اكتب فوق بقى ايه؟ كيو 1 دوت ايه؟ دوت 4 عشان يطفي كيو 1 دوت 4 و5. ما هم اللي فضلوا منورين مين؟ لا سوري، كيو 1 دوت 2 و3. كيو 1 دوت 2 و3، فاكتب هنا كيو 1 دوت 2. فكده هيعمل ريسيت لـ Q1 دوت 2 و3. فاهمينها ولا لأ؟ هو ممكن تاني يا دكتور بعد إذنك؟ دلوقتي أنا هنا عامل ريسيت لـ 10 بس مش 12، يعني هنا عامل ريسيت لـ 12 أوتبوت، لكن هنا عامل ريسيت لكام؟ لـ 10 أوتبوت. فكده آخر اتنين مش هيطفوا، مش هيطفوا، وهم قدامك على السيميليشن هم مش مطفيين، منورين هم آخر لمبتين. عشان السيت هنا بعمل ريسيت لـ 12 أوتبوت، بينما هنا بعمل ريسيت لكام أوتبوت؟ لـ 10 أوتبوت. مش واضحه ولا ايه؟ دكتور هو بالنسبه رقم كيو 1 او الرقم اللي هو رقم واحد ده يقصد يعني اللي هم السبعه التانيين مش السبعه اللي في الاول صح؟ الثمانيه قصدي التانيين. دي اسمها كيو 0، كيو 0 دو 0 دو 2 لحد 0 دو 7. بعد ما قلت كيو 0 7 خلاص مفيش حاجه اسمها كيو بقى 0 دو 8. ببدا في بقى جديده، ببدا حاجه اسمها كيو 1 دو 0، كيو 1 دو 1، كيو 1 دو 2، كيو 1 دو 3. فدي اسمها البايت رقم 0 ودي البايت رقم 1. في الانبوت ده الاي 0 0 اي 0 1 لحد اي 0 7. طب ده يبقى اسمه ايه الانبوت ده؟ اسمه اي 1 دوت 0. طب ده اسمه ايه؟ اي 1 دوت 7. طب ده اسمه ايه؟ اي 2 دوت 0. طب ده اسمه ايه؟ اي 2 دوت 7. ما يجيش بقى حد يقول لي ايه اي 1 دوت 8، دي مش موجوده، غلط. لان عندي الارقام بتاعت البايت من 0 ل 7، ما فيش حاجه اسمها 8 و 9. كاننا شغال نظام اللي هو النظام الثماني او الاوكتل لو انتوا خدتوه قبل كده. فالمسميات هنا اخرها 7 في سيمنز. فاللمبتين دول عباره عن اي 1 دوت 2. دكتور معلش الحته دي بس معلش تاني عشان بس تو دي بايت، بايت يعني كام بت؟ 8 بت. ودي بايت يعني 8 بت برضه. البايت البت دي اسمها كيو 0 دوت 0، دي اسمها كيو 0 دوت 7، ديت اسمها كيو 1 دوت 0، دي اسمها كيو 1 دوت 7. اللمبتين المنورين دول اسمهم ايه؟ Q1.2 و Q1.3. فانا هاجي في البرنامج هنا
واعمل ريسيت لـ Q1.2 واللي بعدها اللي هي 1.2 و1.3. انا بس بدي مثال بقول لك ان انت ممكن الرقمين دول يبقوا مش زي بعض، يبقوا مختلفين، وانك لو عايز تعمل ريسيت لاوت تاني ممكن تعمل ريسيت لاي اوت انت عايز تعمله له، وانك مش لازم تبدا من اول كيو 0 ممكن تبدا من اي اوت تاني انت عايزه. ده اللي انا بس بحاول اشرحه. طيب تعالى نعمل اكسبورت للبرنامج ده ونجربه، نسميه رقم 3 مثلا، نعمله سيف ونروح على السيميليشن ونقفل ده ونفتح ده كده ونعمل ستوب ونعمل لود بروجرام ونحمل البرنامج رقم 3. هو نفس البرنامج ما اختلفناش. نعمل run ونعمل start. هنا شغلت 12 اوت بدءا من Q0 لحد Q1.3، ولما اشيل ايدي هدول شغالين. هنا هيطفي لي اول 10 اوت من ال 12 وهيسيب اخر اثنين شغالين، ولما اشيل ايدي برضه هدول شغالين. لو انا عايز اطفي دول بقى الاثنين دول اللي هم منورين دول هطفيهم من الامر الاخير ده، لو ضغطت على I02 اللي هو الانبوت ده خدت فيهم اهو طفوا، حصل لهم شوت داون. انا بس بشرح لك ان انت ممكن تعمل ريسيت لكذا اوتبوت على حده، لو انت عايز تعمل ده في البرنامج ممكن تعمله. واضح يا شباب؟ نرجع لاخر حاجه عايز اجربها ودي حته مهمه جدا جدا، اللي هو بقى موضوع الترتيب. يعني ايه الترتيب؟ انا بس همسح ده وعشان ما انتهش هخلي دي واحد وهخلي دي برضه ايه واحد. انا كده بعمل ريسيت لمين؟ لكيو 00، وبعمل ريسيت لمين؟ لكيو 00 فقط. لو انا بدلت ست مكان الريسيت يعني ايه؟ يعني جيت خدت كده ده كنترول اكس شلته وحطيت هنا كنترول في، اصبح كده اللي فوق اللي في نتورك نمبر 1 هو امر الريسيت، واللي في نتورك نمبر 2 هو الست، يعني بديتهم مكان بعض. فاخر امر في البرنامج ايه؟ ست مش ريسيت. خد بالك البرنامج ده لو انا عملت له اكسبورت وسميته رقم 4 ورحت على السيميليشن اجربه، وعملت رول للسيموليشن وستيت بروبلم، فكان البرنامج اللي كان فوق ست وتحت ريست لما ضغطت على السويتشين مع بعض وقفلتهم كان الاوتبوت شغال ولا مش شغال؟ حد فاكر؟ لما كانوا الاثنين سويتش مقفولين كان الاوتبوت شغال ولا مش شغال؟ البرنامج اللي انا جربناه قبل كده ما كانش شغال، اللي كان اخر اللي كان اخر امر ريست. دلوقتي لو انا قفلت الاثنين مع بعض الاوتبوت ايه؟ منور ولا مش منور؟ منور، لان اخر امر هنا ايه؟ ست. ده اللي انا عايز اوضحه، ان في الاخر بالرغم ان البرنامج هو هو بس هنا في الحاله دي الاوتبوت اختلف. هنا الاوتبوت شغال ولما كان الامرين متبدلين مكان بعض الاوتبوت ما كانش شغال. يعني عايز اقول ان ترتيب النتورك او ترتيب رسم اللادر دايجرام في بعض الاحيان بيكون ليه تاثير على شكل الخرج وعلى الاداء اللي بيعمله الخرج او الاوتبوت. يعني وانك لازم تراعي الترتيب في بعض الاحيان لما يكون في علاقه بين الاوامر بعضيها، لازم تاخد بالك من الترتيب كويس قوي. في برامج ثانيه او اوامر ثانيه ممكن الترتيب ما يفرقش فيها كتير قوي، يعني ممكن اجي اغير حاجه مكان حاجه ما فيش علاقه بينهم وبين بعض مش هياثر ده في حاجه. تمام يا شباب؟ احنا كده اتعلمنا حاجتين مهمين، ان لو في امرين متضادين في برنامج واحد البي ال سي هينفذ مين؟ هيدي اولويه للامر الاخير في البرنامج هو اللي يتم تنفيذه، وان الترتيب في رسم البرنامج في بعض الاحيان بيكون له تاثير وبيكون مهم. في سؤال في الحته دي يا شباب؟ اي سؤال في الحته دي؟ طيب بقى الكلام ده ونرجع للبرزنتيشن تاني. احنا شرحنا امر ست والايه والريست. هنا في امر اسمه نوت انستراكشن. النوت ده زي نوت لوجيك جيت، لو على شمال 1 بيقلبوا 0 0 بيقلبوا 1 زي النوت لوجيك جيت بالظبط. فامتى الاوتبوت كيزر 1 يشتغل؟ حد يقول لي كده امتى الاوتبوت ده يشتغل؟ لو كانت اشرحنا ب 0 0 يعني ايه؟ لو كان ده مفتوح او ده مفتوح او الاثنين مفتوحين. لو السيجنال على شمال الامر 0 يقلبها يخليها 1، لو السيجنال اللي على شمال الامر ده 1 يقلبها يخليها ايه؟ 0 والعكس. نوت لوجيك جيت ده امر ايه؟ نوت موجود فين في البرنامج؟ دكتور هو لو واحد
نعم لو الاثنين ولا واحد؟ بص خلينا نتكلم بوضوح، مش موضوع اثنين او واحد. الاشاره اللي هنا اللي جايه هنا لو هي ب 1 تقلب 0، لو هي ب 0 تقلب 1. طيب امتى تكون الاشاره هنا ب 1؟ تمام. امتى تكون الاشاره هنا ب 1؟ لما الاثنين يكونوا مقفولين. بالظبط كده، يبقى ده مطفي مش شغال، لان ال 1 هيتقلب 0 اهي. بص بص السيجنال دي هنا الاثنين ب 1 اهم، اي 0 0 ب 1 واي كبرها لك عشان تشوفها احسن. مش ده ب 1 وده ب 1؟ هتلاقي الاوتبوت كيو 0 الاوتبوت ب 0 اهو تحت الاخير. طيب لو واحد فيهم اتفتح او الاثنين مفتوحين، لو واحد فيهم اتفتح او الاثنين مفتوحين، تبقى السيجنال هنا بكام في الحته دي؟ ب 0 اللي بتبقى 1، يبقى ده شغال. تمام كده ماشي. شكرا يا دكتور. نوت لوجيك جيت او النوت انستراكشن. السكان سايكل ودي شرحها قبل كده، مش هشرحها تاني. ده مثال بيوضح اهميه السكان سايكل. في حته مهمه جدا جدا هنشرحها هنا وهنجربها عملي كمان لو عايزين. فاكرين لما شرحنا السكان سايكل في المحاضره اللي فاتت؟ بيبقى في اربع عمليات بتتم فيها، حد فاكرهم من الاربع عمليات دول؟ دي حته مهمه قوي. اللي هو البرنسبل اوف سايكل، حد فاكر الاربع عمليات اللي بيتعملوا في السكان سايكل ايه هم؟ الانبوت سكان والبروجرام سكان والاوتبوت سكان والاخيره بتاعت اللي هي اللي هو الهاوس كيبنج. الانبوت سكان يعني السي بي يو بص على الانبوت ويشوف مين موجود مين مش موجود، مين مدي اشاره ومين اللي مش مدي اشاره. البروجرام سكان او بروجرام اكسكيوشن او اكسكيوت، بنبدا يقرا البرنامج وينفذه. بعد ما يخلص البرنامج كاملا ويقراه كاملا، يبدا بقى يشغل الاوتبوت اللي هي الهاردوير لما يجي يعمل المرحله الثالثه اللي هي اوتبوت سكان او اول ابديت. في البرنامج ده الكويل اللي اسمه كيوزر 0 انا خدت منه كونتاكت مفتوحه بشغل بيها كويل كيوزر 1، وخدت من كيوزر 1 كونتاكت شغل بيها 2، و2 خدت منه كونتاكت شغل بيها 3. فاللحظة اللي هيجي فيها الانبوت اي 0 0 في السكان سايكل، الانبوت ده هيقفل فيها، ده هيشتغل في نفس السايكل. وعشان الكونتاكت دي موجودة في برنامج بعد الكويل، فهتتقفل في نفس السكان سايكل لما الكويل يشتغل، فده هيشتغل يروح قافل دي، فده يشتغل يقفل ده يشتغل، ده كله هيحصل في نفس السايكل، وبالتالي كلهم هيشتغلوا في نفس السكان سايكل، وكلهم هيقفوا في نفس السكان سايكل طبقا للبرنامج اللي موجود ده. طيب ماشي مفيش مشكلة. لو عملت دخلت على البرنامج هو هو البرنامج ده، على فكره هو نفس البرنامج اللي قبليه، اللي اختلف حاجه واحده. حد واخد باله من الفرق بين البرنامجين؟ البرنامج ده واللي قبليه، ده البرنامج الاولاني، ده البرنامج الثاني، ايه الفرق بينهم؟ تقريبا عكس الكونتاكتات بتاعت كل واحده. لا عكس ترتيب البرنامج، جبته من تحت لفوق بدل من فوق لتحت. يعني ايه؟ نتورك 1 خليتها هي اخر واحده، 2 خليتها هي 3، 3 بقت هي 2، 4 بقت هي 1. يعني البرنامج اتقلب، قلبته بدل ما اكتبه من فوق لتحت خليته من تحت لفوق. لو انتوا واخدين بالكم نفس البرنامج على فكره هو هو بالظبط، بس انا قلبته. طيب ليه عملت كده؟ هقول لك ليه عملت كده. لان بعد ما البرنامج اتقلب اصبحت الكونتاكت المفتوحه اللي اسمها كيوزر 0 مكانها في البرنامج قبل الكويل مش بعديه، والكونتاكت دي قبل الكويل بتاعها ودي قبل الكويل. واحد يقول يعني ايه بقى قبل الكويل وبعد الكويل؟ يعني الكلام ده هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق ان لما الانبوت اي 0 0 هيجي في سكان سايكل معينه، هيشغل في نفس السكان سايكل الكويل كي 0 0، بس البرنامج بيتقلي من فوق لتحت. فالسي بي يو ارى ده ارى ده ارى ده، جه هنا لقى ده مقفول راح شغل ده. لما ده اشتغل مش هيرجع في نفس السكان سايكل يقفل دي، لا. طب هيقفلها امتى؟ في السايكل التاليه. يعني الكوانتك دي هتقفل في السكان سايكل التاليه، وبالتالي امتى يشتغل كيوزر 1؟ يشتغل بعد مرور السكان سايكل من تشغيل كيوزر 0. يبقى اول لما الاي 0 0 0 اتقفل في السكان سايكل رقم 1 كيوزر 1 ما اشتغلش معاه في نفس السايكل، اشتغل بعديه بسايكل في السايكل رقم 2. ونفس الكلام حصل مع 2، اشتغل بعديه بسايكل، و3 اشتغل بسايكل. حصل هنا ديلي تايم بمقدار 1 سكان سايكل بكل اوت. من هنا نقدر نطلع معلومة مهمة جدا وقاعدة مهمة جدا. القاعدة بتقول ايه؟ لو في كويل في برنامج او اوتبوت كويل زي ده او ده او ده،
والكويل ده فيه منه كونتاكت قبليه وبعديه بنفس اسمه، لما يشتغل الكويل ده هيغير الكونتاكت اللي بعديه في نفس السكان سايكل، بينما الكونتاكت اللي قبليه هيغيرها في سايكل في السايكل التالي. هقول القاعده مره ثانيه، دي قاعده مهمه جدا هتفرق معانا في البرمجه كتير. لما يكون في اوتبوت كويل في برنامج وفي كونتاكت من متاخده من الكويل ده موقعها في البرنامج قبليه وكونتاكت اخرى بعديه، لما الكويل يشتغل ومساره يكتمل هيغير مين في نفس السكان سايكل؟ جميع الكونتاكت بتاعته اللي بعديه في البرنامج. طب والكونتاكت اللي متاخده منه وموجوده قبليه في البرنامج؟ لا، هيتاخر تغيير حالتها للسايكل التاليه، لان السي بي يو ما بيرجعش لورا، هو بيمشي بس لقدام، فما ينفعش يكون عدى على النتورك ويرجع لها تاني. هيرجع لها تاني امتى؟ في السايكل التاليه مش نفس السايكل. طالما قراها مره خلاص مش ما يقدرش يرجع لها تاني في نفس السايكل، بيرجع لها في السايكل التاليه. ارجو يكون الكلام ده واضح ومفهوم للكل، ولو حد مش فاهمه يسال. كلام واضح يا شباب ولا في مشكله؟ تمام يا دكتور. بالنسبه للسكان سايكل مش هو بيبقى سريع جدا لدرجه ان هو ممكن ما يشوفهاش مثلا عامل ازاي؟ ده بيانيك لانه سريع جدا بالنانو سكند او مايكرو سكند، لكن ممكن ياثر في البرفورمانس واداء البرنامج ونشوف اثر على الكلام ده. يعني انت مش هتلاحظ السكان سايكل لانها سريعه جدا، بس دي ممكن تتاثر في بعض الاحيان في اداء البرنامج. وممكن عمليات معينه تترتب على الكلام ده، تشغيل وايقاف. تمام يا دكتور. هنا بقى في امرين مهمين جدا قلنا هنشرحهم النهارده برضو، اللي هو امر البوزيتيف ايدج وامر النيجاتيف ايدج، اللي هو البي والان. دول امرين في غايه الاهميه. الامرين دول، امر البوزيتيف ايدج بيحول السيجنال مهما كان المده بتاعتها او التايم ديوريشن بتاعها او التايم ويت بتاعها الى بلس، والان نفس الكلام برضو بيحول السيجنال الى بلس. ولكن امر البي بيطلع البلس دي امتى؟ مع الرايزنج ايدج، يعني لما السيجنال يحصل لها ترانزيشن من لو لهاي من 0 ل 1 يديك النبضه دي. امر البي بيديك النبضه امتى؟ لما يشوف اشاره، لما الاشاره بتاعت السيجنال اللي قبليه يحصل لها ترانزيشن من لو لهاي، يعني اول لما الانبوت ده يقفل، اول لما يقفل اخد نبضه هنا من امر البي. نبضه يعني ايه نبضه؟ يعني اشاره بتكون بزيرو تتحول ل 1 وعلى طول تروح نازله زيرو. طب بتفضل 1 مده قد ايه؟ بتفضل 1 مده مقدارها سكان سايكل او سكان تايم 1 سكان. فالوان سكان ده زمن كبير ولا زمن صغير؟ لا، ده زمن صغير جدا زي ما قلنا بالنانو سكند او بالمايكرو سكند. طيب النبض هنا خدتها امتى؟ خدتها مع الرايزنج ايدج او مع البوزيتيف ايدج عشان ده امر البي. طب امر الان بيعمل ايه؟ بيعمل نفس اللي بيعمله امر البي، بس النبضه بيديها لك امتى او بيخرجها امتى؟ مع الفولينج ايدج او مع الترانزيشن من هاي لو او مع الانتقال من 1 ل 0. فانا عندي امرين بيحولوا اي اشاره اي سيجنال الى بالس نبضه. نبضه بتستمر جاست 1 سايكل او 1 سكان. البي بيديك النبض دي مع الرايزنج ايدج، والان بيديك النبض دي مع الفولينج ايدج، وعشان كده اسمهم بوزيتيف ايدج ترانزيشن ونيجاتيف ايدج ترانزيشن. طبعا السؤال الاكيد اللي في ذهن كتير من حضراتكم، طب وانا هستفيد ايه؟ وانا هحول اشاره النبضه ليه؟ النبضه دي كانها مش موجوده، مش هشوفها اصلا، مش هلاحظها لانها سريعه جدا. هعمل بيها ايه؟ في كتير من التطبيقات اللي احنا هنشرحها ان شاء الله خلال الكورس وخلال الكام محاضره اللي جايين دول، هتلاقي الامرين دول في غايه الاهميه، بيفيدوني كتير قوي. بعض الاحيان بيبقى استمرار الاشاره ممكن يعمل لك مشكله في اداء السيستم او في التشغيل، انت عايز تخلي الاشاره عباره عن نبضه وتروح بسرعه عشان ما تعملش مشكله، فده ممكن تعمله عن طريق امر البي. امر الان ممكن يفيدني كتير، ان عايز لما حاجه تقف حاجه تشتغل وراها، وممكن اخد نبضه من حاجه بتقف وبعدين اشغل حاجه ثانيه وراها واعمل لها لاتش او سيت او حاجه زي كده. فالامرين دول تطبيقاتهم كتيره جدا، هيخشوا مع التايمر، هيخشوا مع الكاونتر، هيخشوا مع امر كتيره، نقدر نعمل بيهم شغل كتير وشغل مهم جدا. امرين في غايه الاهميه اللي هو امر البي وامر الان. ده شرحهم برضه نفس الشرح اللي انا قلته، البي والان بيحولوا الاشاره لنبضه، بس البي بيدي النبضه عند رايزنج ايدج والان بيدي النبضه عند الفولينج ايدج. وكل ما يحصل ترانزيشن عند رايزنج ايدج اخد نبضه، وكل ما يحصل رايزنج ايدج باخد نبضه عن طريق امر البي. النبضه عرضها قد ايه او وقتها قد ايه؟ 1 سايكل او 1 سكان. ده اكزامبل على امر البي والان. المثال ده مفتاح ضاغط او سنسور، عايز كل مره اشوف او كل مره اضغط عليه الموتور يشتغل في مره، بعدين المره الثانيه يقف، بعدين المره الثالثه يشتغل، بعدين المره الرابعه يقف، يعني مره ومره بنفس المفتاح. لو انا شلت امر البي من البرنامج هلاقي ان البرنامج ده عباره عن بيطلع عباره عن نبضات. ليه؟ اولا قبل ما اكمل، طبعا ده امر البي اهو، ودي كونتاكت مقفوله من الكيو 0 ودي كونتاكت مفتوحه من الكيو 0. هنا بقى يعتبر اول استخدام او اول مقابله للحاجه اسمها ماركر،
هنا بستخدم الماركر ده اللي هو internal memory جوه البي ال سي كانه ريلي في البرنامج بيفيدني كانه ايه كانه ريلي. هنا امر سيت للماركر وامر ريسيت وبعدين باخد الكونتاكت ماركر بشغل بيها الكيو. ثانيه واحده معايا خليكم معايا ثانيه واحده. معلش بقى يا شباب عندي كلام شديد ربنا يستر بقى ما يكونش الدور جالنا ولا حاجه. هنا ده اول استخدام للماركر اللي هو الام 00. الماركر زي الكيو بالظبط بس هو انترنال ميموري. يعني انت في برنامج لو عايز تحط كويل كده دامي كويل او دامي ريلي جوه البرنامج تاخد منه كونتاكت مفتوحه او مقفوله او اي حاجه ممكن تلجأ للايه للماركر ده يساعدك في القصه دي. طيب انا ليه هنا بستخدم ماركر؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني ليه بستخدم امر البي برضه في البرنامج ده؟ عايزين نفهم اهميه الكلام ده ايه. لو انا مش حاطط امر البي لو مكان البي مش موجود فاول لو كنت ادوس على الانبوت اللي اسمه ايزر زيرو كان المسار ده هيكمل والماركر هيحصل له سيت يروح قافل الكونتاكت دي ومشغل الكيو. الكيو لما يشتغل في السايكل اللي بعدها يروح فاتح دي وقافل دي. اكون طبعا لسه ضاغط على المفتاح مش ايدي فيحصل ايه؟ ريسيت. فالكيو هيقف. لما يقف ترجع دي مقفوله وانا لسه ضاغط فيشتغل. فهتلاقي ايه طول ما ضغط على المفتاح عمال يحصل ست وست لو الامر البي مش موجود. وهتلاقي الاوت عباره عن نبضات عمال يعني الاوت عمال ايه يشتغل في يشتغل في حاجه كده بلينكينج او فليكر يعني عمال يرعش. الاوت عمال ينور ويطفي. ولما هتشيلك ما تعرفش هيشتغل ولا يطفي على حسب هو اخر حاجه كانت ست ولا ريست. ده لو البي مش موجود. طب وجود البي بقى عمل ايه؟ لا وجود البي بقى نظم الاداء شويه. حول لك الاشاره بتاعت الانبوت ده الى بالس. يعني الاشاره دي كلها التايم ده كله تحول لنبضه في الحته في اللحظه دي نبضه واحده بس. النبضه دي هتستمر موجوده سايكل واحده. النبضه دي هتطلع لك 1 هينفذ لك امر سيت الماركر يروح الماركر قافل دي هيشغل الكيو. الكيو لما يشتغل في السايكل اللي بعدها هيروح فاتح دي وقافل دي بس هكون نبضه راحت. ليه؟ عشان انا دخلت سايكل جديده والنبضه اللي خارجه من البي بتستمر سايكل واحده. فما بتقعدش انت سايكل بتقعد سايكل واحده. النبضه لما خرجت من الاي في السايكل الاولانيه النبضه لما خرجت من الاي لما ضغطت عليه في السايكل الاولانيه وشغلت امر سيت هيستمر طول السايكل دي موجوده. لما ابدا في سايكل جديده النبضه هتروح. فاول لما الكيو اشتغل وجه يحول الكوانتم يتغير هيفتح يقفل دي كده النبضه راحت. وبالتالي مش هيعمل ريسيت هيفضل بقى الكيو معمول له سيت او ماركر معمول له سيت والكيو شغال. لحد لما اضغط مره ثانيه على الانبوت فاخد نبضه جديده بس النبضه جايه والكيو شغال فدي مفتوحه ودي مقفوله فالمسار اللي هيكمل مسار الريسيت. فالكيو يحصل له ايه؟ فالكيو يقف. اول لما الكيو اب هيرجع دي مقفوله دي مفتوحه بس النبضه هتكون راحت وهكذا. ضغطه تشغل ضغطه توقف بشكل منتظم. تعال نجرب ده على السيموليشن بسرعه. نوجهنا هنا على السيموليشن عشان نشوف بنعمل ده ازاي. ادي الاي مثلا اي 00 هنا كونتاكت مفتوحه من الانبوت اللي اسمه اي 00. هنحط بعديه امر البي البوس بايدج اهو وامر الان تحتيه على طول. هاخد هنا كونتاكت مقفوله وبعدين او امر ست وبعدين هعمل هنا برانش لتحت واحط كونتاكت هنا مفتوحه وبعدين امر ريسيت هسمي دي كيو 0 دوت 0 وهسمي دي كمان كيو 0 دوت 0 وهسمي ده ماركر ام 0 دوت 0 واكتب 1 تحت وهسمي ده ام 0 دوت 0 واكتب برده 1 واجي هنا اخد كونتاكت مفتوحه من الام 0 0 وخليه شغال لي اوتبوت كويل اللي اسمه كيو 0 دوت 0. ده البرنامج اللي كان مشروح في الاكزامبل من شويه. تعالى نعمل له اكسبورت ونشوف هيشتغل ازاي. نسميه رقم 5 مثلا ونروح على السيميليشن نعمل دوت بروجرام. ده البرنامج رقم 5 نعمل ران للبي ال سي نعمل بروجرام ستيتس. دي مقفوله ليه؟ عشان الكيو مش شغال فدي مقفوله زي ما هي. لو ضغطت على الانبوت اي 00 ضغطه خدت نبضه. النبضه راحت عملت ايه؟
هتعامل فيك الماركر وقفل الكونتاكت وشغل كيو، فالكيو فعلا اشتغل. طب لو شلت ايدي هيفضل الكيو شغال. طب لو شغال ازاي مع ان الانبوت فتح؟ خلاص عشان ده امر ست، هيفضل محاول الماركر شغال ومشغل الكيو. طب لو ضغطت مره ثانيه الضغط الثانيه هتدي رابطه بس هتكمل المسار ده، فتعمل ايه للماركر؟ ريست، فالكيو هيقف. شلت ايدي يفضل واقف. طب الضغط الثالثه هتشغل الموتور او تشغل الاوتبوت. طب الضغط الرابعه هتعمل ايقاف للاوتبوت مره ومره. طيب تعالى بقى نفس البرنامج نشيل منه امر البي اللي هو البوزيتيف ايدج ونجربه يحصل ايه فيه. لو في البرنامج هنا شلنا منه امر البي والبرنامج عامل كده وعملنا له اكسبورت رقم 6 ورحنا على السيموليشن فتحنا البرنامج ده دلوقتي لو انا ضغطت على سويتش وقفلته هيقعد يعمل سيت وريسيت وتلاقي الاوتبوت عمال يرش. لو انت خدت بالك وبصيت كويس هتلاقي الاوتبوت مش منور بشكل ثابت زي اللمبه الانبوت كده، لا عمال يرش مش عارف باينه قدامكم ولا مش شايفينها كويس. هل ظاهره كويس ليكم شايفينها؟ اه باينه يا دكتور. طيب ولو في البرنامج حتى لو ركزت في البرنامج تلاقي البرنامج عمال ايه يغير حاله الاوتبوت كل شويه مش ثابت. ولما سويتش هيفتح ما تضمنش او ما تقدرش تتاكد هو هيفضل شغال ولا مطفي الاوتبوت لانك ما تعرفش يحصل ايه، لان ممكن في الاخر يبقى في ست او ريست. هنا فضل الاوتبوت شغال، لو قفلت وفتحت فضل شغال، قفلت وفتحت اتطفى، فهي مش ماشيه بسيكونس معين. فطبعا كده البرنامج غلط. ده بس بيبين لك اهميه امر البي اللي هو البوزيتيف ايدج. طيب لو انتوا بقى كنتوا فهمتوا اللي انا شرحته، انا ليه استخدمت ماركر؟ يعني ليه ما حطيتش الكيو هنا على طول؟ سيت للكيو 0 0 وسيت للكيو 0 0، ليه بستخدم ماركر في البرنامج ده؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده يا شباب؟ يعني كان يقرا ايه؟ لو انا شلت اللاين ده ما بقاش موجود وكاتب هنا كيو 0 0 سيت وكيو 0 0 ريسيت ويبقى البرنامج عباره عن نتورك واحده بس زي ما قدامكم كده، هيحصل ايه؟ يعني ايه الحكمه او ايه الهدف ان انا بستخدم ماركر في البرنامج ده؟ ليه لجأت الماركر؟ البرنامج هيفضل على اخر حاله يا دكتور، يعني لو ريسيت هيفضل واقف، لو شلت هيفضل شغال. يعني لو ضغطت على الاي 0 0 وفضلت ضغط عليه هيحصل ايه؟ هيبقى الكيو شغال ولا مش شغال؟ لو ده كيو 0 0 وده كيو 0 0 ست وريست. لما الام ده يقفل هيحصل ايه؟ هيديني نبضه والبي موجود. البي موجوده اه. البي موجوده. هيحول لي الضغط ايه لنبضه. النبضه هتعمل امر ايه؟ ست للكيو. حلو. الكيو لما يحصل له ست هيعمل ايه؟ هيروح قافل الكونتاكت دي. عشان دي بعديه في البرنامج في نفس السايكل يروح عامل ايه في الاخر؟ يبقى الكيو ما اشتغلش. حد هيقول لي طب ما هو الكيو لما عمل ريست هيرجع دي مقفوله. اه بس النبضه خلاص راحت فضل عامل ريست كده الكيو ما اشتغلش. طب لو فتحت ايدي وضغطت تاني برضه يبقى ريست، فمهما تدوس الاوت مش هيبقى شغال. تحبوا نجربها؟ تعالى نجربها نسمي دي ايه؟ دكتور ايوه بعد اذنك الدائره اللي انت بتعملها دي اللي هي بتاع حاله البي تمام؟ في الحاله الثانيه حضرتك اول حاجه بتدوس بتعمل ريسيت تمام؟ تمام. في الحاله الثانيه بقى انت بتقول مش هتعمل ريسيت. لما تدوس ستار مره ثانيه يعني. لو امر بي مش موجود يعني؟ لا موجود. طيب خليك معايا ثانيه واحده. خليك معايا. دلوقتي امر بي موجود اهو بس انا استبدلت الماركر بالكيو. انت بتتكلم على الكيس دي ولا كيس ثانيه غير دي؟ ايه؟ بتتكلم على الحاله دي ولا حاله ثانيه؟ لا الحاله الاولانيه خالص اللي هي فوق الماركر وتحت اللي هي الكيوزر. هنأجل بس الكلام دلوقتي هرجع اشرحها لك ثاني بس تعالى نشوف دي الاول ماشي؟ وهرجع اناقشك في الحاله اللي انت بتتكلم فيها. انا هنا بس عملت شلت الماركر وحطيت مكانه مين؟ الكيو. كيو زين زين تمام. نعمل اكسبورت للكلام ده. ده رقم كام؟ رقم 8. نروح نفتح الكلام ده. على السيموليشن نود بروجرام ونعمل ستوب.
نود بروجرام. هنا انا يعني ما استخدمتش ماركر في البرنامج. معايا يا شباب متابعين؟ مفيش ماركر في البرنامج مسوي. معايا؟ تمام يا دكتور. لما اقفل السويتش يحصل ايه؟ ولا حاجه حصلت، الكيو ما اشتغلش. طب لما افتحه مفيش حاجه حصلت. طب لما اقفله تاني الكيو برده ما اشتغلش. ليه بقى ما اشتغلش؟ لانك هنا عامل ست للكيو بيروح قافل دي في نفس السايكل. اخر حاجه يعملها ايه بقى كل مره؟ اخر حاجه يعملها كل مره هي ريست، وبالتالي عمر الكيو ما اشتغل ابدا. دوس مهما تدوس عمر الكيو ما هيشتغل. دي كده اول حاله. ممكن حد يقول لي ايه؟ طب ما نبدلهم مكان بعض. اقول له يعني ايه نبدلهم؟ يقول لي يعني نعمل كده، نخلي فوق ايه؟ ريست وتحت ست. يعني نيجي هنا نحط كونتاكت مفتوحه ونخلي هنا فوق ريست، ونيجي تحت نعمل برانش كده ونحط هنا كونتاكت مقفوله وست. يعني بدلناهم مكان بعض. ده كيو 00 وده كمان برضه كيو 0.01، ده كيو 00 وده كمان كيو 00 وبرضه 1. البرنامج هو بس انا عملت ايه؟ بدلت البرانش اللي فوق مكان اللي تحت. خد بالك نفس البرنامج، انا بس غيرت البرانش اللي فوق جبته تحت واللي تحت جبته فوق. يا ترى هيشتغل كده ازاي؟ تعالى نشوف. نعمل اكسبورت نديله رقم 9 ده، نعمل سيف ونفتحه على السيميليشن. نقفل ده الاول ونعمل لود السويتش بتاعها ونعمل لود بروجرام. لود بروجرام رقم 9. لما سويتش قفل ايه اللي حصل؟ الاوتبوت اشتغل جميل جدا. طب لما سويتش يفتح الاوتبوت شغال حلو قوي. طب لما يقفل تاني برضه شغال مش هتطفي، هيفضل شغال الى ما لا نهايه. حد يقدر يفسر لي ايه اللي حصل؟ ليه عمل كده؟ ليه بدأ شغال الى النهايه؟ انا اقول لك، عشان اخر امر هنا ايه؟ ست. لما نسأل على الانبوت هاخد نبضه هتنفذ الكلام ده، هتعمل ايه؟ ست للكيو. فلما تعمل ست للكيو حلو؟ يفضل الكيو ايه؟ شغال. طبعا النبضه لما جت لقيت ده في الاول، فهتكمل المسار ده وهشغل الكيو. في البارس اللي بعدها او في السايكل اللي بعدها هتقفل دي، بس هتكون نبض راحت، هيفضل الكيو شغال. فبالتالي امر ست مش هيتنفذ، وفي كل مره يعمل نفس الشيء، فتلاقي دايما الكيو شغال في كل مره مهما تدوس مهما تشيل ما بيطفيش. طبعا مش ده المطلوب، انا عايزه مره يشتغل ومره يطفي. اذا في الحالتين البرنامج غلط، هتلاقي نفسك لا مفر لازم تستخدم ماركر زي ما عملنا في السلايد. لا مفر لازم تستخدم في البرنامج ماركر زي ما احنا عملنا في البرنامج في المثال ده. نرجع بقى لزميلكو، مش عارف كان بيقول ايه زميلكو. معلش تاني خليك معايا، اللي هو اللي كان بيسال نرجع له تاني. الباشمهندس اللي كان بيسال. ايوه يا دكتور معايا. بتقول ايه؟ انا بقى هرجع تاني في الماركر اهو 0 واكتب 1 واعمل برانش تاني هنا كده لتحت كونتاكت مفتوح 6. انا برجع بس للبرنامج القديم اللي كان موجود قبل كده. وهنا في هو كده في اتنين ماركر ولا ايه؟ رجعت كده البرنامج الاصلي، ايه بقى اللي انت بتقوله؟ ايه السؤال بتاعك؟ ايوه ايه سؤالك؟ سؤالي بيقول لحضرتك انت اول حاجه لما بتعمل دوس ستارت بتدي ست امر ست تمام؟ تمام. لما تيجي ضد ستارت تاني هو كده امر الريست هيشتغل على طول ولا لازم هيشتغل على طول لحد لما يتعمل ريست؟ يعني وانس ان ده اشتغل هيفضل شغال لحد ما يعمل له ريست؟ ما هو عكس ست ايه؟ ريست؟ تمام. يعني في الضغطه الثانيه امر ريست هيشتغل على طول لان كنت هتعكس يعني مثلا وكده ولا ايه؟ نجرب وعامل ايه ونشوف. تعالى نزيد رقم 10 ده ولا كام؟ رقم 10 ونجرب. يلا نعمل ستوب للدي ال سي، نفتح السويتش نقفل ده، لود بروجرام. البرنامج اللي احنا بنشرحه هو ده اهو. نعمل ران سيموليشن ونعمل ستيت بروجرام. اول ضغطه الكيو اشتغل لانه عمل سيت وفضل الكيو شغال. لما اشيل ايدي
هيفضل الكيو شغال عشان ده امر ست، بالرغم ان الاشاره مقطوعه ومفتوحه بس ده ست، هيفضل الاوتبوت شغال، الماركر شغال والكيو شغال. واضحه يا باشمهندس؟ واضح يا دكتور. الضغط رقم 2 بقى على نفس المفتاح هيكمل لك المسار اللي تحت عشان هينفذ لك امر ريست، عشان الكونتاكت مقفول عشان الكيو شغال. الضغطه الاولى جايه والكيو مش شغال فعمل ريست. الضغطه رقم 2 جايه والكيو شغال فهتعمل لك ريست. فلو ضغطت ضغطه رقم 2 هتروح عامله للاوتبوت ايه؟ ريست، فالاوتبوت يقف اهو، فضل واقف. طب لما افتح ايدي يفضل واقف. طب الضغطه رقم 3 تبقى شبه الضغطه رقم 1 فتعمل ست وتشغل الكيو، الكيو اشتغل اهو. طب الضغطه رقم 2 شبه الضغطه رقم 4 او 4 شبه 2 فتعمل ريست توقف. مره شغل مره يشغل ومره يوقف. طب لو انا شلت امر الميم من البرنامج هتلاقي الاوتبوت عمال يرعش يعمل ست ريست كل شويه، ولما اجي افتح الله اعلم ممكن يعمل ست او ريست مش ما اعرفش اعمل ايه فيهم على حسب لحظه فتح بتاع السويتش امتى. ده بيبين لك اهميه امر البي. البي ضبط الدنيا لانه حول الاشاره بتاعت الانبوت لبالس، بالس تستمر فقط سايكل واحده. واضح يا باشمهندس ولا ايه؟ تمام يا دكتور واضح. تمام شكرا. يا دكتور لو سمحت، ايوه اتفضل. يعني انا المفروض دلوقتي لما اجي استخدم الامر بتاع البوزيتيف والنيجاتيف ان انا لازم يبقى معاها ماركر على طول ولا ده في الحاله دي بس؟ مش شرط، بص معايا هتشوف يعني سؤالك اجابته جايه حالا. ده الامر اللي هو امر البي. طيب ده ايه بقى اللي قدامك ده؟ ايه نفس البرنامج بس بايه؟ نفس البرنامج بالظبط بس هنا نيجاتيف، عملنا ان بدل بي. هو نفس البرنامج بالظبط. حصل ايه بقى لما عملنا ان بدل بي؟ لما بدوس على سويتش ما باخدش نبضه هنا، بالتالي لو ما اشتغلش النبضه هاخدها امتى؟ لما اشيل ايدي، لما الاشاره تروح، لان الان بيطلع البلس امتى؟ مع الرايزنج ايدج ولا مع الفولينج ايدج؟ لما يبقى من هاي للو بالظبط كده، اللي هي الفولينج ايدج او النيتيف ايدج. فلو ضغطت على السويتش في اللحظه دي ما حصلش حاجه لما ضغطت على المفتاح، لكن اول لما شلت ايدي والاشاره راحت خدت نبضه راح الكيو اشتغل. طب المره الثانيه لما ضغطت على المفتاح ما حصلش حاجه، لكن لما شلت ايدي الكيو وقف. اصبح هنا الرياكشن او رد الفعل او اللي هيحصل مش بيحصل مع الضغط على المفتاح، بيحصل مع رفع اليد عن المفتاح، مع ضاع الاشاره او مع السويتش لما يبقى اوبن مش لما يبقى كلوز. فاهمين الحته دي؟ ده فرق بس بين امر البي وامر الان، تاخد بالك منه كويس قوي. البي بيديك النبضه امتى؟ مع الرايزنج ايدج، مع البوزيتيف ترانزيشن، مع التغير من لول هاي. الان بيديك البالس امتى؟ مع الفولينج ايدج، مع النيجاتيف ترانزيشن، مع التغير من هاي لو. يا رب يكون الكلام ده واضح ليكم بشكل جيد. حد عنده سؤال في البرنامج ده يا شباب؟ طيب زميلكم اللي كان بيسال من شويه يقول هو انا لازم استخدم بي استخدم معاه ماركر؟ اجابه على سؤال بتاعه البرنامج ده اكزامبل رقم 7. دي اجابه على سؤال، هل البرنامج مش اجابه ولا حاجه معلش. هنا في ماركر برضه في امر بي وال، بس اللي عايز اقوله مش شرط، يعني ممكن تستخدم ماركر وممكن لا ما تربطش ماركر مع البي وال. ماشي يا باشمهندس؟ الماركر ما تربطوش مع امر بي وال، ممكن تستخدمه معاها وممكن لا مش شرط، يعني مش كل البرامج اللي هنشتغلها هتلاقي فيها امر بي وال وفيها ماركر، لا مش شرط. الماركر الاقي ان انا في احتياج ليه في البرمجه او في البرنامج. هنا البرنامج امر بي بس موجود ومفيش ست ولا ست. الانبوت لما بيجي بيحاول يشيل النبضه الماركر بيشتغل، هيقفل دي يفتح دي ودي مقفوله فالمسار ده يكمل فالكيو يشتغل. الكيو لما يشتغل مش هيغير الكونتاكت دي في نفس السايكل في السايكل اللي بعدها. تكون النبضه راحت وبالتالي يفضل الكيو شغال، مره يشتغل ومره يقفل. سلوك البرنامج ده تحاول تفهموه مع السيموليشن. انا هقف لحد الحته دي، انا كده السلايد خلصت، هقف لحد البرنامج ده. انا هعمل تسجيل او ريكورد للجزء اللي المفروض اشرحه النهارده ما شرحتوش اللي هي المحاضره دي. هحاول اسجلها واشرحها لكم، النقطه دي بتاعها مشروع ان شاء الله للجروب كله. بشرح فيها التايمر وبشرح فيها بعض المشاريع والكاونتر. ماشي يا شباب، نشوفكم على خير ان شاء الله. ميعادنا يوم الخميس. السلام عليكم. في حد؟ وعليكم السلام. ماشي، سلام عليكم.